نبدأها من هذا الخبر العاجل من مراسل الحدث، ويتحدث عن إطلاق نار في محيط القنصلية الإسرائيلية في ميونخ. ليس لدينا تفاصيل كثيرة حتى الآن، ولكن نتابع هذه الصور والفيديوهات التي يسمع فيها إطلاق نار عنيف كما ذكرنا في محيط السفارة أو القنصلية الإسرائيلية في ميونخ. مشاهدينا، سنبقى مع كل التفاصيل بما يتعلق بما أرسله لنا مراسل الحدث والتي يتعلق بأن هناك إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، وأن الشرطة الألمانية أطلقت النار على المسلح